أبنائي الأعزاء، طلبة الفرقة الثانية، مادة المحاسبة المتوسطة 2، جزء البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية، الملف رقم 1. صباح مشرق بغد أفضل إن شاء الله. يتضمن هذا الملف مثال توضيحي للمعالجة المحاسبية لعملية البيع بالتقسيط، لذلك يفترض المثال عدم وجود الفائدة في هذه الحالة حتى يسهل توضيح هذه المعالجة. مثال رقم 1، قدمت شركة حافظ للمبيعات بالتقسيط مع حفظ حق الملكية البيانات التالية عن السنة المنتهية في 31/12/2012، ومديني 3 معلومات. المعلومة الأولى بتقول لي بلغ إيراد البيع بالتقسيط خلال العام 40,000 جنيه. المعلومة الثانية بيقول لي بلغت تكلفة البضاعة المباعة لعمليات البيع بالتقسيط خلال العام 32,000 جنيه. تستنتج من ذلك أن الربح من هذه العملية 8,000 جنيه، الفرق بين 40,000 و32,000. المعلومة الثالثة، بلغت المتحصلات النقدية لعملية البيع بالتقسيط خلال العام 12,000 جنيه، وبالتالي من 40,000 جنيه تمن البيع تم تحصيل 12,000 جنيه. عزيزي الطالب، من أهم المواضيع عند الإجابة التركيز على المطلوب، فالمطلوب هو أساس الدرجة عند الامتحان، وما زاد عنها أو قل يعرضك لنقص في الدرجة. فأرجو دائما قراءة المطلوب قراءة جيدة وبتأني واستيعاب ما المقصود. وبداية، المطلوب في هذا المثال سوف يتكرر معنا في الأمثلة القادمة، والمطلوب التوجيه المحاسبي لإثبات العمليات المالية وتوضيح الأثر على الحسابات الختامية والقوائم المالية لعام 2012. ماذا نستنتج؟ نستنتج من ذلك أن هناك مطلوبين. المطلوب الأول قيود اليومية، تمام، والمطلوب الثاني توضيح الأثر على الحسابات الختامية والقوائم المالية. ومن وجهة نظري أن المطلوب الثاني بالنسبة لخريج كلية التجارة والذي يرغب في العمل بمهنة المحاسبة والمراجعة الاهتمام به، حيث أن الأثر على الحسابات الختامية هي نهاية المطاف في العملية المحاسبية، هي النتيجة، حتى يكون عنده القدرة على القراءة والتفسير. فأرجو الاهتمام والعناية بالشكل والمضمون في الإجابة كما سيتضح بعد ذلك. وعليه كل ما يهمنا هنا هما 3 أرقام، حتى لا نرجع للسلايد الأول مرة أخرى. الرقم الأولاني إن عملية البيع ب 40,000 جنيه تكلفتها 32,000، المقدم 12,000، تمام. هو عايزها في 2012، يعني السنة الأولى، هو اعتبرها السنة الأولى، خلاص. السنة الأولى هناك نوعين من المعالجة، في السنة الأولى دائما في عمليات البيع بالتقسيط، هناك نوعين من المعالجة، معالجة تتم خلال العام، وتتم ومعالجة تتم آخر العام. من حيث المعالجة المحاسبية خلال عام 2012 هي إثبات لعملية البيع كما تتم إثبات
أي عملية بيع، تنقيط واضح من عملاء البيع بالتقسيط إلى المبيعات بمبلغ البيع 40,000 جنيه، ونهتم بشكل المدين والداين والبيان والتاريخ، ولكن النتيجة للمساحة غير مسقوط كانت التاريخ، ولكن أنت مطالب بها. والقيد لابد أن يتضمن شرح إثبات المبيعات التي تمت بالتقسيط. وعلى هذا بداية في المعالجة المحاسبية خلال العام يتم إثبات المبيعات تمت بالتقسيط من العملاء المبيعات بثمن البيع. وهنا يتساءل الطالب ماذا الفرق بينه وبين البيع الآجل؟ الفرق أن البيع بالتقسيط يثبت مرتين، مرة بسعر البيع ومرة بسعر التكلفة كصرف من المخزن. فعند التكلفة يبقى من حساب تكلفة البضاعة المباعة بالتقسيط إلى المخزون السعر. وعلى هذا البيع بالتقسيط عبارة عن قيدين يوميا، اتنين قيد يوميا، قيد إثباته بسعر البيع كمبيعات، وقيد إثباته كانصراف أو كمنصرف من المخزون بسعر التكلفة 40,000 و32,000. ثم تم تحصيل 12,000 من حسابات العملاء. يبقى من النقدية بالصندوق والبنوك إلى حساب عملاء البيع بالتقسيط ناحية حق الملكية 12,000 إثبات النقدية المحصلة من العملاء. وعلى هذا فالمعالجة خلال العام 2012 إثبات المبيعات بسعر البيع، ثم إثباتها بالتكلفة كمنصرف، ثم إثبات النقدية المتحصلة من العملاء. ماذا بعد؟ في 2012 قيد أساسي ورئيسي والذي يفرق هذه المدرسة عن أي مدرسة أخرى في معالجة البيع بالتقسيط، ألا وهو إقفال حساب المبيعات 40,000 في حساب تكلفة البضاعة المباعة 32,000، واستنتاج الربح المؤجل الذي يتم من خلاله تحديد نسبة مجمل الربح. فال40,000 المبيعات دائما تقفل تبقى مدينة من حساب المبيعات بالتقسيط لحفظ حق الملكية إلى حساب تكلفة البضاعة المباعة 32,000. فرق بين الـ40 و32,000 8,000، دي أرباح مؤجلة عن مبيعات بالتقسيط، حيث أنها تخص أكثر من سنة. وعلى هذا نستطيع أن نستنتج نسبة مجمل الربح، هي الربح على المبيعات، والمبيعات هي الأصل دائما. ف8,000 على 40,000 تساوي 20,000. ماذا يقصد في المعالجة بنسبة مجمل الربح هذه؟ إن أي مبلغ وفقا لهذه المدرسة، أي مبلغ يحصل من ثمن البيع ل40,000، هناك ربح تحقق يوازي 20% من المحصل. أما حساب أرباح مؤجلة ده حساب ميزانية ضمن حسابات الالتزامات، يظهر ضمن حساب الالتزامات. على هذا فيما سبق خلال العام تم تحصيل 12,000 جنيه، سواء كان دفعة أو قسط بنفس المعنى، هي مبلغ محصل. فناخد ال 12,000 نضربها في 20% يطلع 2400 جنيه. نخفض الربح المؤجل في الميزانية، كان داين أخليه مدين، من أرباح مؤجلة إلى أرباح محققة. الأرباح المحققة ال 2400 التي باللون الأحمر ده حساب من حسابات الدخل إيرادات. وعلى هذا فربح الميزانية المؤجل انخفض من 8,000 انخفض ب 2400، والمتبقي يظهر في الميزانية في نهاية العام ضمن الالتزامات. ولكن هذه نهاية السنة،
وبالتالي لابد من إقفال الربح المؤجل في حساب ملخص قائمة الدخل والذي يوازي حساب المتاجرة والأرباح والخسائر. فمن أرباح محققة كان إلى أرباح محققة، من أرباح محققة إلى ملخص قائمة الدخل، إقفال الربح المتحقق. بمجرد الانتهاء من المعالجة المحاسبية يجب أن تكون عزيز الطالب حذر، لأن هذا لا يعني نهاية المطاف في المحاسبة، بل لابد من تعريف الأثر، وما دام المطلوب توضيح الأثر فعليه الدرجة الأكبر في الامتحان. فالأثر على الحسابات الختامية والقوائم المالية لعام 2012 بالنسبة لقائمة الدخل سهلة، الأثر إن هناك ربح تحقق ب 2400 ضمن الإيرادات، ف 2400 أرباح البيع بالتقسيط مع حفظ حق النسبي. تم التركيز على الربح البيع بالتقسيط فقط لأن هو ما يعنينا في عملية البيع بالتقسيط، وتوضحنا أثره على قيمة الدخل. لقائمة المركز المالي هناك تأثير في حسابين مهمين نتيجة لهذه العملية، حساب ضمن الأصول وهو العملاء ما المستحق عليه باقي الدين، وحساب ضمن الخصوم والالتزامات هو الربح المؤجل الذي لم يتحقق. بالنسبة للعملاء لا مشاكل، هي بدأت بأربعين ألف جنيه تمن البيع، حصلنا 12 ألف، يبقى في الجزء 28 ألف جنيه، ده الباقي، باقي المستحق الذي سوف يتم تحصيله فيما بعد. بالنسبة لالتزامات أرباح مؤجلة عن عمليات البيع بالتقسيط مع حفظ حق الملكية كانت 8 آلاف، وتحقق منها في هذه السنة نتيجة للتحصيل 2400. إذن الباقي من الربح المؤجل 5600، والذي سوف يتحقق في المرات والسنوات القادمة. شكرا عزيزي الطالب.